بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل البداية في الفيديو السابق على كبسولات الأوميغا 3، هذه هي علبة الأوميغا 3 زيت السمك الأوميغا 3 موجودة عند الصيدليات، لمن طلبوا مني أن أبين العلبة. هذه هي علبة الأوميغا 3، إن شاء الله تكون واضحة للجميع. ونبدأ مع بعض وصفة اليوم اللي هي بقشور الموز لتفتيح بشرة الوجه والرقبة وكامل الوجه، ومن أول استخدام النتيجة فورية. قشور الموز لها قيمة غذائية رائعة جدا، ولها قيمة كذلك جمالية، حيث يحتوي الموز على الكثير من الفيتامينات وقشره كذلك. لا ترموا قشور الموز، لنا به عدة وصفات. يحتوي على الفيتامين A، فيتامين C و E ومجموعة الفيتامين B، كذلك يحتوي على معادن مثل البوتاسيوم، حديد، كالسيوم، صوديوم، فوسفور ومغنيسيوم، وكذلك يحتوي على مضادات للأكسدة. نحتاج فقط لقشر الموز، قشر موزة واحدة، حيث يعمل على تفتيح البشرة وكذلك يساعد في التخلص من حب الشباب وحبوب الظهر والجسم. يعمل على تقشير البشرة، كذلك يساعد في التخلص من المسامات الواسعة، يساعد على تبييض البشرة وإعطائها لون صافي موحد. وكذلك قشر الموز يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تحارب التجاعيد في البشرة، وكذلك هذه الوصفة تعمل على إزالة والتخلص من الهالات والانتفاخات حول العينين، حيث يمكننا كذلك وضع هذه الوصفة لمنطقة حول العينين. المكونات هي قشر موزة واحدة فقط، وكذلك حبة بطاطا متوسطة الحجم، نقوم بسلقها تقشيرها ونقوم بسلقها، وبعدها نقوم بهرسها في ماء السلق. نقوم بهرس البطاطا. ونحتاج لماء الورد. صاحبات البشرة التي تتحسس من ماء الورد يمكنها استبداله بالحليب السائل، وصاحبات البشرة الجافة جدا يضيفون إلى هذه الخلطة ملعقة من زيت السمسم إذا توفر لديهم. إذا لم يتوفر زيت السمسم يمكننا استبداله بزيت اللوز الحلو. صاحبات البشرة الدهنية يقومون بإضافة ملعقة شاي صغيرة من عصير الليمون. نأخذ المكونات كلها مع بعض، نضعها في الخلاط، البطاطا، قشر حبة موز واحدة فقط، نضيف 4 ملاعق من ماء الورد، ونضرب الكل بالخلاط. بعد ما نخلط كل المزيج في الخلاط الكهربائي نتحصل على هذا الخليط قريبا للون البني الشبيه بمادة الطين. هذا هو المزيج الذي تحصلنا عليه. على بشرة نظيفة، يجب أن تكون البشرة نظيفة، نوزع هذا الماسك على بشرة الوجه، الرقبة وكامل الجسم، كل المناطق الداكنة. نتركه لمدة ربع ساعة فقط، وبعدها يشطف بماء فاتر
ثم نمرر قطن مبللة بماء الورد لغلق المسام. يمكن استخدامها مرتين في الأسبوع للتخلص من البقع الداكنة. حتى الكلف يمكن التخلص منه بهذه الوصفة. الوصفة صالحة الاستخدام للحوامل والمرضعات، وكذلك الرجال يمكنهم استخدامها للتخلص من اسمرار الشمس. هذه الوصفة صالحة الاستخدام لمدة أسبوع كامل في الثلاجة بعلبة محكمة الإغلاق. يجب ترطيب البشرة بعد استخدام هذا الماسك، خصوصا لصاحبات البشرة الجافة. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.